يتمني جواز لو سمحت. نعم. يقول متعلق بالدعاء، ما ردك على الذين يأخذون المحتويات الدعاء بشكل دائم؟ لأن في هذه الأيام في نوازل كما تراه على كما ترى عليه حال الأمة. انظروا الآن الجهل بالسنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة. أريد أن أقول الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوت. القنوت الآن للنازلة أميتة، والقنوت في الصبح محافظ عليه كأنه سنة واجبة. الآن هنا السؤال يقول: ما رأيك في من يقول أن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه النوازل التي نزلت في المسلمين؟ أنا أقول: هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية النازلة التي تنزل في المسلمين؟ الجواب لا. إذن هذا يراد منه تبرير وتسويغ ما يفعلونه بزعم أن هذا دعاء للنازلة. هذا شيء. وشيء ثاني، أريد أن أذكر بالمقصود من النازلة يا أخوانا، وسأبالغ في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب. لو قال قائل: فاتخذ عادة له يدعو في الصلوات الخمس وليس فقط في الفجر، فإنه يهلك ربنا عز وجل النصارى الذين احتلوا الأندلس ويعيد الأندلس إلى المسلمين، لاستهجن المسلمون هذا الدعاء بزعم هذا دعاء أو قنوت إيش نازلة. يا أخي هذه ليست نازلة، هذه أصبحت مصيبة حلت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين وصارت القضية نسيا منسيا. النازلة هي التي تعرج للمسلمين من قريب، أما إذا صارت عادة فأنتم ترون مع الأسف الآن النازلة الجديدة والقوية جدا جدا والمخزية للمسلمين في احتلال اليهود لفلسطين. هل تجدون إماما يقنط بنود شرعي ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين بالقنوت الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا. إذن إذا نزل بالمسلمين أمر عارض، هذا الذي هو يشرع له القنوت الصلوات الخمس. أما هذا الأمر العارض صار جزءا من حياة المسلمين، هذا لا يعتبر أنه يشرع له القنوت من أجل النوازل. نحن الآن مسجدنا قريب هنا، يعني نصلي المسجد. طيب إذن نحن إذا سمحتم أذنون لنا بالانصراف، نودعكم، نصلي معكم فرض العشاء لأنه يصير معنا الوقت، وإن شاء الله في مرة أخرى نعود إليكم. نعم، فرض المغرب مش العشاء. ذهب والي إلى العشاء، يمكن هذا كان في نيتنا أن نبقى معكم العشاء. نعم ما تقدر تدرك الصلاة مع الجماعة.